صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سألني شخص عمره 12 سنة، يقول إنه يريد يقول أحسن الله عليكم، سألني شخص عمره 12 سنة، ما يطلق 12، 12، نعم. يقول سألني شخص عمره 12 سنة، نعم، يقول إنه يريد أن يصلي في المسجد وأمه بعد الأذان، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سألني شخص عمره 12 سنة، يقول إنه يريد أن يصلي في المسجد وأمه تمنعه خوفا عليه لكي لا يخطفه أحد، فهل يجوز له أن يصلي في بيته؟ نعم، إذا كان عليه الخوف متوقع فإنه يصلي، إذا كان عليه الخوف متوقع إنه يصلي في بيته. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم.